أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العربية والدولية، ولكن بعد أهم العناوين. الهيئة نت ميليشيات مسلحة تقتل مدنيا في الجانب الأيمن للموصل. البصائر مصادر تكشف عن زيف لجنة التحقيق في قتل المتظاهرين. وفي صحيفة المدى، البرلمان يطلب من رئيس الوزراء الحضور لتوضيح أسباب تغيير نصف حكومته. العرب اللندنية نظام المحاصصة يحصن أعضاء الحكومة ضد الغضب الشعبي. وفي الشرق الأوسط، الملك سلمان: نتطلع للعمل مع روسيا لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب. وفي القدس العربي، ترامب يعلن وقف المفاوضات التجارية مع أنقرة والسماح بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك. وفي العربي الجديد، بنس: ترامب طلب من أردوغان وضع حد للعملية العسكرية في سوريا. هل بدأ الربيع العراقي؟ يتساءل الكاتب إياد الدليمي في مقاله بصحيفة العرب الجديد، وجاء فيها: يختلف العراق عن بقية جيرانه العرب، فتداعيات احتلاله الأمريكي عام 2003 وما رافقها من انهيار سلطة الدولة والتغلغل والنفوذ الخارجي، ناهيك بحالة الانتقال السياسي التي رافقت الاحتلال، أسباب منحت العراق صفة الاختلاف عن بقية جيرانه العرب، وبالتالي لم يكن على ذات خط دول الربيع العربي، سواء في صفحتها الأولى عام 2011 أو الصفحة الثانية مع بدايات العام الجاري. وبعد عامين أو أكثر من نهاية قصة داعش واستعادة كل المدن التي سقطت تحت هذا التنظيم، وجد العراقي نفسه يدور في الدوامة نفسها التي اعتاد عليها عقب 2003. فالخدمات ظلت رديئة، والوظائف شحيحة، والبطالة في تزايد، والأحزاب تتقاسم المغانم، والفساد وصل إلى مستويات غير مسبوقة. فما كان أمام الشباب العراقي إلا أن يخرج في تظاهرات للمطالبة بالحقوق، إلا أنها هذه المرة كانت مختلفة. يمكن القول إن تظاهرات الأول من أكتوبر تشرين الأول الحالي سيكون لها ما بعدها، فحتى الحلول الترقيعية التي سارعت إليها السلطة في بغداد لا يبدو أنها ستكون مقنعة للمتظاهرين، وخصوصاً أن عمليات القمع والقنص والقتل التي تعرضوا لها لا يمكن أن تمر مرور الكرام. فخلال 6 أيام فقط وصل عدد شهداء التظاهرات في بغداد والمدن الجنوبية إلى أكثر من 200، عدا عن 7000 مصاب، بعضهم بإصابات مميتة، في حين تشير تقديرات إلى وجود أكثر من 1000 معتقل، بينما كان ما تعرضت له وسائل الإعلام العاملة في بغداد خسارة أخرى للسلطة في بغداد التي ظلت تقدم نفسها مدنية ديمقراطية تتعهد بحماية الرأي، فقد اضطر مئات من الإعلاميين لمغادرة بغداد. توقفت التظاهرات بسبب القمع الكبير والدموي الذي تعرضت له، ولكن هذا ليس كل شيء. فتنسيقيات الثورة العراقية أعلنت في بيانات لها أنه سيتم تأجيل التظاهر إلى ما بعد أربعينية الإمام الحسين عليه السلام التي تصادف يوم 19 من أكتوبر، متوعدة السلطات بتظاهرات أخرى، وهو ما يدفع إلى القول إن الربيع العراقي قد حل وإن في غير موعده العربي. حماية النظام في العراق أولوية إيرانية لا تقل عن أولويات الحفاظ على نظام طهران نفسه، ولا يمكن الجزم بأن مسلسل تراجيديا قتل الشباب في العراق قد انتهى طالما ظلت دوافعه قائمة بين طرفي الصراع: الشعب المظلوم وطلاع الشباب من جهة، والحكومة والأحزاب من جهة ثانية. مقال للكاتب ماجد السمرائي في صحيفة العرب اللندنية، نستمع إلى جزء منها. إن حماية النظام في العراق أولوية إيرانية لا تقل عن أولويات الحفاظ على نظام طهران نفسه،
وضح ذلك في تصريحات بعض المسؤولين الرسميين الإيرانيين وقادة الميليشيات في العراق بعد اليوم الرابع من الانتفاضة، تجاوباً مع إعلان خامنئي الذي وصفها بالمؤامرة من الأعداء تهدف إلى التفريق بين إيران والعراق. هبة الرئاسات العراقية الثلاث غير المنتظمة والمتسرعة كان غرضها إعلان حالة الدفاع عن النظام السياسي ومحاولة التعتيم على مساوئه وعدم التقرب من محرماته، والفصل المصطنع بين كشف حالته وبين المطالب وحصرها بالخدمية. لكن الانتفاضة رفعت القناع الديمقراطي عن وجه السلطة التي ارتبطت بإجراءاتها القمعية، وحين حاول رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاستناد إلى دعم مرجعية السيستاني تخلت عنه مثلما تخلت عن قبله، بل اتهمت الحكومة في بيانها يوم 11 من أكتوبر بأنها وراء عمليات القتل، وأعطت مهلة لمدة أسبوعين لكشف الجنات. وهذا ما وضع انتفاضة الشباب في موقع المنتصر المرحلي في الاستجابة للمطالب الساخنة حتى وإن لم يتم تنفيذها لحد اللحظة، ولم تمس رؤوس الفساد المعروفة بقوة تتناسب وحجم الانتفاضة الشعبية، كما استطاعت هذه الانتفاضة كشف المضمر لدى السلطة الحالية من أنها تعرف الأسباب المباشرة ولديها الإمكانيات المالية والإدارية إن أرادت التغيير، رغم أن الثقة معدومة بينها وبين الجمهور العراقي. إن شيطنة الثوار هو أسلوب قديم استخدمته الحكومات الدكتاتورية والاستبدادية، لكنه اليوم فاشل بسبب الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن يقطعها لأيام يعجز عن الاستمرار بهذا الأسلوب البوليسي. قد يحاول عادل عبد المهدي تنفيذ بعض الإجراءات بحكم حرصه على تمسكه بالمنصب وشعوره بأنه يقدم خدمة للشعب وأنه غير مسؤول عما مضى، لأن الأحزاب ومن خلفها من قوى خارجية مستحكمة لا تسمح بتحولات جدية للإصلاح السياسي. إذا كنت متابعاً جيداً لما ينشر في الصحف ويعرض في الفضائيات، فإن هناك اجتماعات وبيانات رسمية سواء من الرئاسات الثلاث أو مجلس النواب تؤكد أن الدنيا ربيع والجو بديع في العراق، ولكن الحقيقة مختلفة وفق مقال للكاتب علي حسين في صحيفة المدى. من حيث المبدأ أنا أول من يصفق لقرارات الرئاسات ومعها الحكومة، لكن لأنني مشاغب أو عاني من مرض سوء الظن كنت أتمنى أن تكون أولويات الحكومة أن تطمئن الناس وخصوصا شباب التظاهرات على أن قوائم الأمن الوطني التي بموجبها تتم مطاردة واعتقال شباب التظاهرات مرفوضة، وأن يكون في أولويات الحكومة أن تمنع اعتقال الشباب. كنا عشنا مع مشاهد مؤثرة أداها جميع مسؤولين وكيف ذرفوا الدموع على قمع تظاهرات البحرين، فيا سادة يا كرام كيف تكونون مع حق البحرينيين في الغضب والاحتجاج ثم تتخذون موقفاً متشدداً وتعسفياً ضد حق العراقيين في المطالبة بالتغيير والإصلاح السياسي والتحرر من الفساد، ولا تهزكم دماء ما يزيد عن 110 من الشباب حصدت أرواحهم آلة القمع في شوارع وساحات العراق؟ لماذا تكون التظاهرات في البحرين والسعودية وكشمير سعياً إلى الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، بينما التظاهرات العراقية تخريباً وعنفاً وهدماً للدولة العراقية؟ كيف تكون مع التظاهرات في مكان من العالم وضدها في مكان آخر؟ ولو أمعنا النظر فيما يطلقه البعض من السياسيين والمقربين والمسؤولين من دخان أسود ضد المتظاهرين، سندرك أن العراق فعلا في خطر. لأن الشعوب ليست قطعانا من الماشية يمكن أن تبقى في حالة سكون في مواجهة هذه الحالة اللا إنسانية إلى ما لا نهاية، فإنها تضطر إلى ممارسة عدالة الرفض والانتفاض ثم الثورة.
ولأن الشعب العراقي جزء من المنظومة الإنسانية فإنه لا يمكن أن يتخلف عن إنسانيته ويدع الظلم والجوع والقهر أن يكون أساس الحياة في بلاد الرافدين. لذلك انطلق في انتفاضة شعبية خالصة بداية الشهر الجاري، هكذا يرى الكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي. وإذا كانت الانتفاضة الحالية هي الأكبر والأخطر على النظام السياسي القائم، فإنها لم تكن الأولى، بل جاءت مكملة لتظاهرات شعبية مستمرة. كانت لافتاتها جميعاً هي المطالبة بأبسط الحقوق التي تعتبر من أساسيات الحياة لأي شعب من الشعوب. فهل يعقل أن يبقى العراقيون يواجهون نقصاً حاداً في تجهيز الطاقة؟ وفي تجهيز الماء الصالح للشرب، بينما تعلن الحكومات المتعاقبة أنها أنفقت مليارات الدولارات على هذه القطاعات؟ وهل يمكن أن تلقي دولة من الدول ثروتها البشرية الشابة على قارعات الطرقات يمارسون بيع المستلزمات البسيطة، في حين يتمتع العديد منهم بمؤهلات علمية ويمكن أن يكونوا عنصراً حاسماً في تحقيق قفزة علمية تعم البلاد؟ وهل من المنطقي أن يصبح المواطنون مهجرون يعيشون في الخيام في وطنهم الذي يعد من أغنى دول العالم في الثروة النفطية؟ وعلى الرغم من ذلك، فإن الحركات الجماهيرية دائما ما ترفع من سقف مطالبها في مواجهة حالة التجاهل التي تعتمدها السلطات. لذلك لم يعد موضوع الكهرباء والماء والبنى التحتية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة هي الهدف الأول للانتفاضة الشعبية المستمرة اليوم في العراق. لقد باتت أهداف الحراك أكبر وأعمق وأسمى. لقد أصبح إنقاذ العراق شعباً ووطناً من انعدام السيادة في ظل الهيمنتين الأمريكية والإيرانية، وعودة العراق العربي الحر إلى أهله الحقيقيين وصناعة قراره الوطني والمستقل بنفسه هي السقف الجديد لأهداف الثورة. عن انتخابات تونس وقيس سعيد وجريمة الثورة المضادة، كتب فراس أبو هلال في موقع عربي 21، إذ يقول فيها: يحق لكل المؤمنين بالثورات الشعبية العربية وأهمية التغيير في المنطقة أن يفرحوا بانتخابات تونس التي فاز فيها قيس سعيد فوزا كاسحا. لقد قامت الثورات الشعبية العربية ابتداء من تونس، وها هي تزهر من تونس من جديد، وتثبت أنه يمكن للعرب أن ينجحوا ببناء حكم رشيد كغيرهم من شعوب العالم. ولذلك فإن العرب جميعاً مدينون لتونس وشعبها، لأنها منحتهم الأمل بأنهم يمكن أن يحلموا وأن يحققوا بعض أحلامهم دون أن تتحول هذه الأحلام لكوابيس دموية تأكل الأخضر واليابس. على الرغم من أن فوز قيس سعيد كان متوقعاً إلى حد ما بعد حصوله على نسبة كبيرة في الدورة الأولى للانتخابات وتأييد معظم الأحزاب له في الدورة الثانية، إلا أن فوزه الساحق بنسبة قد تصل إلى 76% بحسب شركات سبر الآراء يحمل دلالات عديدة، هذه أهمها: إن المشاركة الواسعة جداً في الانتخابات والتي تقترب من نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة السابقة يعطي إشارة للنخب السياسية أن الشعب مستعد للمشاركة في الانتخابات إذا شعر بإمكانية التغيير. وإن تراجع نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أيام من الدورة الثانية للرئاسيات لا يعني اليأس من العملية السياسية أو السلبية، ولكنه يأس من النخب والأحزاب التي شاركت في انتخابات البرلمان، فيما خرج الناس وخصوصاً الشباب بأعداد كبيرة عندما شعروا أن أصواتهم قد يكون لها معنى إذا فاز قيس سعيد. والاحتفال هنا ليس فقط بسبب خسارة كل مرشحي المنظومة القديمة في تونس، وليس فقط بسبب فوز مرشح مثل خلال حملته الانتخابية كل شعارات الثورة والناس البسطاء الباحثين عن الأمل في البلاد العربية جميعها، ولكن أيضا لأن هذه الدولة الجميلة الصغيرة بحجمها استطاعت أن تكون نموذجا كبيرا لإمكانية نجاح المسار الديمقراطي في المنطقة العربية.
في صحيفة القدس العربي وجاء فيها الفوز الساحق للرئيس قيس سعيد بالانتخابات والتصريحات التي أدلى بها بمجرد فوزه ليس لها سوى معنى واحد ولا تحمل سوى رسالة واحدة مفادها أن الثورة المضادة في تونس فشلت واندحرت وانتهت. الأستاذ الجامعي المعروف بتقديسه للغة العربية في بلد يتحدث أغلب سكانه باللغة الفرنسية فاز بالانتخابات وأصبح رئيساً ليؤكد من جديد أن تونس تغيرت وتتغير وأن الثورات المضادة التي تريد إجهاض ثورات الحرية لم تنجح أو على الأقل فشلت في تونس. سيبدأ العرب بتحسس آثار التغيير الذي بدأ في تونس، ففي أول قمة عربية سيجلس الأستاذ الجامعي الذي يحفظ قواعد النحو والصرف والعروض والبلاغة عن ظهر قلب مع عدد من الحكام العرب الأميين الذين يرسبون إن جلسوا في امتحان للصف السادس الابتدائي. سيجلس الأستاذ الجامعي أمام عدد من الحكام الذين لا يجيدون سوى قمع شعوبهم ودفع المال لأعدائهم. حينها سوف يشاهد المواطن العربي على الهواء مباشرة المفارقة. الرسالة الأهم والتي وصلتنا نحن العرب من تونس خلال الأيام الماضية هي أن في العالم العربي ما يستحق الحياة، وبطبيعة الحال من نافلة القول الإشارة إلى أن الأميين والجهلة من بعض الحكام العرب سوف يبدأون على الفور التآمر ضد الأستاذ الجامعي، ليس لشيء إلا لأن وجوده بينهم يشكل فضيحة لهم، وقد يغري بعض الشعوب الأخرى بأن تطمع في أن يحكمها أستاذ جامعي يجيد القراءة والكتابة والتفكير. نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس بعثت رسالة تفاؤل بالغة الأهمية إلى العالم العربي من محيطه إلى خليجه، وهي الرسالة التي ربما تكون أهم من نتائج الانتخابات ذاتها. قالت تونس للعرب بأعلى صوت بأن التغيير ممكن وأن الديمقراطية تصلح للعرب كما هي لغيرهم. لا بل العرب ليسوا أقل حظا ولا أقل تأهيلا لهذه الديمقراطية، وهذا التداول للسلطة وهذه الدرجة الرفيعة من التحضر. خلافاً للاعتقاد الشائع، وجد باحثون في جامعة ديوك الأمريكية أن غضروف المفصل يمكن إصلاح نفسه بنفسه من خلال عملية تجديد ذاتية مماثلة لتلك الشهيرة في مخلوقات مثل السمندل وسمكة الزردة. وقد يؤدي هذا للعثور على علاجات للالتهاب العظمى المفصلي وهو الاضطراب الأكثر شيوعاً، وحددوا آلية جزئية لإصلاح الغضروف في بحث مثير نشر بدورية ساينس إدفانسس يوم 9 من الشهر الجاري. وأظهرت الدراسة أن هذه الآلية ستكون أكثر قوة بمفاصل الكاحل وأقل بالوركين. وقالت كبيرة معدي الدراسة فيرجينيا بايرز كراوس الأستاذة بقسم الطب وعلم الأمراض وجراحة العظام في بيان صحفي: نعتقد أن هذه القدرة على التجدد في البشر شبيهة بما يقوم به السمندل وتحديد العناصر الحرجة المفقودة من هذه الدائرة التنظيمية يمكن أن يوفر الأساس لنهج جديد لإصلاح أنسجة المفاصل وربما لتجديد مفاصل بشرية كاملة. وكانت كراوس وفريقها العلمي قد ابتكروا وسيلة لتحديد عمر البروتينات باستخدام الساعات الجزئية الداخلية كجزء مكمل للأحماض الأمينية التي تتحول من شكل إلى آخر بطريقة منتظمة يمكن التنبؤ بها. والآن إلى فقرة الكاريكاتور.
شكراً لكم وإلى اللقاء بإذن الله.